بسم الآب والابن وروح القدس الإله الواحد آمين. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي لبشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. قال الرب يسوع لتلاميذه: سيسلم الأخ أخاه إلى الموت والأب ابنه، ويتمرد الأولاد على والديهم ويقتلونهم، ويبغضكم جميع الناس من أجل اسمي، ومن يصبر إلى المنتهى يخلص. وإذا اضطهدوكم في هذه المدينة اهربوا إلى غيرها، فالحق أقول لكم لن تبلغوا آخر مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان. ليس تلميذ أفضل من معلمه، ولا عبد من سيده. حسب التلميذ أن يصير مثل معلمه، والعبد مثل سيده. فإن كان سيد البيت قد سموه بعل زبول، فكم بالأحرى أهل بيته. فلا تخافوا، لأنه ما من محجوب إلا سيكشف، ولا من خفي إلا سيعرف. المجد لك يا رب، المجد لك. الله معكم أخواتي وأخوتي المشاهدين والمستمعين بهالمسيرة مع كلمة الله يلي عم نتشارك فيها خلال هالأسبوع المبارك. عم نقرأ اليوم هالإنجيل يلي فيه يسوع عم بيحضرنا أيضا مثل الإنجيل يلي قريناه امبارح، بأنه رح يكون في اضطهادات على طريق المرسل. إنما أيضا يسوع بيزيد وبيقلنا أنه هو عم بيهيئ هالطريق حتى يكون المرسل عم بيقوم برسالته على حسب قول الرب وعلى حسب الأمانة لكلمة الله. نحن وعم نقرأ هالإنجيل بتستوقفنا آية أساسية وجميلة جدا، وهي: ليس تلميذ أفضل من معلمه. مثل ما يسوع عانى الضيق بحياته وعانى الألام، هيك أيضا من خلال هالآية يسوع عم بيقلنا وعم بيشدد بأنه التلميذ رح يعاني ذات الضيقات يلي عناها الرب يسوع. والسؤال يلي حلو نطرحه على زواتنا: شو هي الصفات يلي لازم نحن نتحلى فيها حتى نكون تلاميذ حقيقيين ليسوع المسيح؟ وشو هي صفات تلميذ الرب يلي بده يسعى تيمشي على حسب طرق الرب؟ أولاً ومن دون شك، الصفة الأولى هي التشبه بيسوع المسيح، والسعي أنه نتشبه فيه أكثر وأكثر حتى نكون مثل معلمنا السماوي. إنما حتى نتشبه فيه، بعتبر في ثلاث صفات حقيقية لازم نحن نكون عم نعيشها بحياتنا. هالصفات بيحكي عنها مطولاً القديس بولس وبيفسر عنا، وهي أساسية لحياة كل مؤمن وكل شخص بيريد أنه يعيش إيمانه المسيحي وتتلمذه للرب يسوع المسيح. الصفة الأولى أو الفضيلة الأولى هي الإيمان. الإيمان يلي بيتطلب دايما منا طاعة وشجاعة حتى نكون عم نحمل إيماننا بكل لحظة بحياتنا، بكل حدث منعيشه إن كان حلو أو بشع، وبكل مفترق طرق منعيشه بحياتنا. إنه نترك الله هو يلي يملك على كياننا، أو بالقول تاني إنه تكون دايما أفكارنا وأقوالنا وأعمالنا مرتفعة صوب العلا مثل ما نحن منصلي بالقداس، وإنه نترك ربنا هو يلي يتدخل بحياتنا، ونآمن بأنه هو إله حاضر بقلب حياتنا وبقلب عالمنا. صفة تانية هي الرجاء.
الرجاء هو إنه نكون عم نترجى شيء ما منشوفه، إنما رجائنا فيه يكون قوي. والرجاء هو مش يعني إنه نعيش حياتنا بدون ما نحزن، إن كان على فراق، إن كان على موت، إن كان على أمور يمكن تخلينا على عنا ومنحبها، لأنه الحزن هو شغلة من عمق أعماق إنسانيتنا. إنما الرجاء الحقيقي هو إنه ما نكون عم نعيش حزننا مثل ما بيعيشون الناس مثل يلي ما عندهم إيمان، إنما نكون عم نعيش حزننا برجاء القيامة، بالرجاء يلي مناخده من يسوع المسيح إلهنا الحي القائم من بين الأموات، ويلي بقيمنا معه بملكوته السماوي. وثالث صفة أيضاً لازم يتحلى فيها ومدعو يتحلى فيها التلميذ الحقيقي ليسوع هي المحبة. مربولس بيقول الإيمان، الرجاء والمحبة، وأعظمهن المحبة، لأن المحبة هي الجواب العملي على إيماننا وعلى رجائنا. والمحبة ما بتعني أنه كل الناس يحبونا، لأنه لما نحكي الحق أكيد في كتير ناس رح تكون ضدنا ورح تصير أعداء لإلنا. إنما المحبة الحقيقية هي أنه نحن ما يكون في عنا حقد اتجاه حدا حتى اتجاه اللي إزيونا، أنه نحن أيضاً يكون في عنا التسامح والمغفرة بحياتنا يلي من خلالهم نقدر نحن نسعى أنه نحب فيها كل الناس. ويسوع بروح أكتر وبيوصينا أكتر من أنه نحن نحب فقط يلي منتفق معهم بالأفكار والناس اللي بتربطنا فيهم يمكن أمور دموية وناس نحن منحبهم، إنما يسوع بيدعينا أنه نحن نكون أيضاً عم نحب أعدائنا. أحبوا أعداءكم وصلوا من أجل مضطهديكم. يسوع بذاته بيعلمنا هالمحبة على الصليب لما غفر للناس يلي صلبوه، إنما أكتر من هيك عطيهم سبب للغفران وهو إنهم ما بيعرفوا شو عم يعملوا. من هالمغفرة نحن مدعوين أيضاً نعيش المغفرة بحياتنا ونعيش المحبة تجاه كل الأشخاص. بالفعل ذاته الاضطهادات يلي نحن منعيشها بحياتنا إذا فعلاً عشناها بالإيمان وعشناها بالرجاء وبالمحبة وعشناها بالتشبه بيسوع المسيح، هي بتصير طريق للقداسة، لقداستنا الشخصية ولقداسة الأشخاص يلي عم توصلن أيضاً هيدي الرسالة. لما نقرأ نحن السنكسار يلي فيه حياة القديسين والشهداء منشوف قديش في كتير ناس وفي كتير شهداء أعطوا حياتهم بسبيل الرسالة وماتوا بطرق مختلفة، منهم بقطع الرؤوس، منهم بالنار، منهم بالغرق، وأيضا منهم بالصلب وبأنواع متعددة من الموت. إنما أيضا منشوف أنه كل هالشهداء يلي ماتوا بطرق مؤلمة جدا كانت دماؤهم بذور للإيمان وللخلاص للعديد من الأشخاص، ولكتير ناس آمنوا من خلال هالاستشهاد. نحن اليوم نطلب من الرب القوة حتى على مثالهم نأخذ الإيمان ويكون عنا قوة الإيمان الثابت على الصخرة حتى يكون حياة كل هالشهداء مثال لإلنا للسير على طريق القداسة يلي بيدعينا فيها الرب يلي هو قدوس. آمين.